قولي أحبك كي تزيد وسامتي، فبغير حبك لا أكون وسيمة. إيه؟ طب مها، سيبك من كاظم. بصي، إحنا هنبدأ من جديد. أسبقك على الشقة، واخدة بالك؟ وأنت بتعرضي ده هانم ولا إيه؟ أيوة إيه؟ دي مراتي حضرتك. قدامي على اسم البيت. أيوة دي مراتي. قولي الكلام ده في الاسم يا بيه. حضرتك أنا ليا عيال جوه هنا في المدرسة. طب أجيب العيال معايا الاسم طيب؟ لو سمحت، لو سمحت، نزل إيدك تحت. يا فندم، حضرتك انا مدير في بنك محترم. حضرتك دي مراتي، مش معقوله ده شكل واحد يعاكس يعني. انا مستعد اكلمها تيجي بنفسها هنا وتقول انها مراتي. بعد اذن حضرتك ممكن استعمل موبايل؟ اتفضل. ايه يا طارق، بتقول ايه الاسم؟ لا انا ما اقدرش اجي اسام. طيب ما اقولك على حاجه احلى، ما تيجوا انتوا هنا. يا مها، نيجي فين؟ هي حفله. مها، لو ما جيتيش هيودوني النيابه. الحبس للرجاله يعني، مش انت راجل؟ انا ابو عيالك يا مها، يعني عيب. طيب 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 انا هشوف مع عمر، بس ما اقدرش اوعدك. مها، انت ايه اللي اخرك؟ خروك القلم منه ولا لسه يا ابو نسب؟ او اثبت حضرتك قال يا ابو نسب. ولا حد سمعك. امسك، جايب لك عيش وحلاوه وبالمكسرات كمان. انت ايه اللي جابك هنا يا بارد؟ يعني عايز اسيب اختي تيجي الحته دي لوحدها؟ بس انتوا هتتخانقوا؟ لا فدي ده جوزك اهو. رد على سعاده الباشا. ها ما تردي. اوعي ترد، اللي هيكون عامل مصيبه. ردي، ابوس ايدك، مش وقت استهبال خالص. ما تخلصينا. ولا لا؟ بصراحه يا حضره الضابط، هو جوزك بس مؤقت يعني. يلا. يا حاجة، الجدل واسع في مجتمعنا، وضيفتنا النهاردة من أكثر النساء نشاطا في مجال الدفاع عن حقوق المرأة العربية في السنوات الماضية، أستاذة الدراسات الاجتماعية بالجامعة الأمريكية. لقيت الختم يا حاجة. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. في دون خبرتك يعني دورتي؟ وعملك في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، الحقيقة في سؤال مهم كنت أحب أسأله لحضرتك. ليه المرأة حتى الآن في مجتمعنا لم تستخدم أدنى حقوقها؟ والامتى هيفضل المجتمع العربي؟ وانت بتتفرج على ايه؟ تخضع فيه المرأة لسلطة الرجل. الحقيقة ان النساء وانت خرصة العربي بالكامل عندهم نقص شديد في الوعي بحقوقهم، عشان كده المفروض ان المرأة العربية من المحيط للخليج تصر على استخدام حقوقها. <تصفيق>